السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة حبيت أشكر سعادة النقيب، الكلمة طيبة. نشكر السلطات جميعا على الوقت اللي جاء معنا اليوم علشان يكون موجود هذا المؤتمر الصحفي اللي أنا عارف جميعا كلكم تستنوا ولا تهموا. أنا راح أهدر معكم بالدرجية بشكون اللهجة شوية كشيفة. أنا عشت على تراب هذا الوطن الألوان تقريبا العام ونص، وشفت من الشعب المغربي أشياء لم كنت أتوقعها. شفت منهم إنه كاينين الناس الرجال اللي بالصح اللي كيوقفوا معك كيواسوك كيكونوا معك في المحن، وشفت في نفس الوقت وناس ما كانوش على دراية بالأمر، وأنا أسميهم الفئة، هي الفئة اللي تحفظ الكلام وليست فاهمة الكلام. أتمنى منكم اليوم أنتم كلكم بوجودكم أن توصلوا الصورة صحيحة. الأستاذ 24 راح يطرح لكم وراح يوصل لكم جميع مجريات الحكم من ألف إلى الياء. وأتمنى منكم كصحافة نزيهة أنتم اليوم متواجدين معنا أن توصلوا الرسالة بطريقة سليمة علشان الكل يفهم، ما يبقاش الناس عندنا احنا الناس فاهمة او حافظة، احنا بغينا الناس تفهم ده. انا توحشت بلادي، انا صار لي سنة ونص مثل ما قلت لكم توحشت اولادي، توحشت الخدمة ديالي، توحشت الشركات، توحشت كل حاجة انا افتقدها، ولكن لإيماني بزوجتي انها هي بريئة تامة. وقبل ما هي استمرت ما تكون زوجتي، انا دائما اقول الدنيا بالنسبة لي بنتي، دنيا أنا اللي ربيتها، وما أعتقدش إنه الدنيا اللي كل الناس يفهموها ويعرفوها تكون متبرعة لو واحد من مليون من هذا الشيء. وهذا سبب إنه أنا أكون اليوم متواجد وراسل فأبقى متواجد معاها لآخر يوم، لليوم اللي راح إن شاء الله تأخذ في البارة ديالها اللي إحنا إن شاء الله كنا مؤمنين فيها ومؤمنين في السلطات المغربية والقضاء المغربي. وشكرا لكم على حضوركم. 不是啊。